أول فليس قبله شيء، آخر فليس بعده شيء، ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء. العبادة يستحقها الحي القيوم دائم البقاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أول فليس قبله شيء، آخر فليس بعده شيء، ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء. إذن صاحب القبر في دحده والغائب عنك، هل عنده القدرة على سماع دعائك؟ هو مخلوق، خلقت كما خلق ويموت كما تموت، فليس بأول بل مخلوق موجود من عدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. إذن ليس بأول، مخلوق بل بعد العدم. وهل سيبقى؟ لا، سيموت. كل نفس ذائقة الموت. فمن هو مخلوق ومن هو ميت؟ هل يجعل إلها يقصد ويدعى ويطلب ويرجى ويستغاث ويستعان؟ هو مخلوق مثلك، والله ظاهر فوق خلقه، والله هذا مخلوق مربوب، والله باطن لا يخفى عليه شيء وليس يحجبه عن خلقه شيء. وهذا الميت قد لا يعلم مصالح نفسه فضلا أن يرشد غيره. إذن فالعبادة يستحقها الأول الذي قبل كل خلقه، أول بلا بداية، والآخر الذي لا يفنى ولا يموت، والمحيط بالخلق والعالي عليهم بقهره وقدرته وذاته.